ألوغ، دراسة الحقوق في فرنسا سهلة أم صعبة؟ باش نكون صريحة، صعيبة، ولكن ماشي صعيبة يعني ما تقدريش توصلي إلى خدمتي تفوتيها ليه. ألوغ، الصعوبة فين كتكون؟ كتكون بالنسبة للناس اللي ما عندهمش لغة، كتكون بالنسبة للناس اللي ما مدينش على واحد الريتم ديال الخدمة ليل ونهار، يعني خصك تكون كتخدم بوكو، ما مدينش على هي بصراحة كاينين بزاف الحوايج مختلفين. وباش نديطايي لكم هذا الموضوع زوين، فيه بزاف ما يتقال على الفرق بين لي دو فورماسيون بالنسبة للمغرب، باش نعرف اوجه الاختلاف اوجه التشابه. كاين بزاف ما يتقال في ان ستوري منك انتيا من هذا السؤال، عطيتني فكرة ديال انني ندير لكم فيديو الا كان غادي نشوفوا الفوت، الا كانوا بزاف الناس محتاجين لهاد لا فيديو هادي ديال شنو هو الفرق اكسيتيرا، سورتو الناس اللي في الدغوا. غادي ندير لكم فيديو على الناس اللي متفقين وبغاو ياخدوا فكرة على الفرق بين الدراسة في البلدين في فرنسا والمغرب، وبالضبط في الدغوا، وكذلك في دو فاسون جينيرال. خليو ليا وي او نو ونشوف واش ندير لكم فيديو.